اعتبرته انا كمواطن مصري وابن من ابناء قريه الحسينات. نحب نوجه كلمه شكر لجميع ابناء قريه الحسينات من رجالها وشيوخها واطفالها وشبابها وجميع الاطياف، ان هم وقفوا جنبي وسندوني وباركوني ولدي ويعني وفرحوا اكثر مني انا حصول ابنائي بدخولهم كليه الهندسه وكليه الطب. وبرضه ما نتقدم بالشكر لجميع قيادات جمهوريه مصر العربيه، من بدايه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع القيادات اللي هم يعني بيشدوا على التعليم وبيدعموا التعليم ويقفوا وراء الطلاب المتفوقين. ونشكر برضه ونقدم شكر لجميع العاملين بالتربيه والتعليم اللي هم وقفوا جنب اولادي من المرحله الابتدائيه حتى الثانويه، من سواء من اداره تعليميه او مدرسين او معلمين، لان هم فعلا وقفوا جنب والدي اولادي كلهم، سواء كانوا يدوهم دروس مجانيه، سواء كانوا يقدموا لهم كل نصيحه لاولادي، وفي نفس الوقت كانوا هم يفرحوا قبل مني انا. كانوا هم في اي نتيجه لاي اولادي قبل ما تظهر النتيجه تلاقي التليفون شغال علي، ابنك نجح جاب كام في المية طمني، عايز نشوف ان جهدي اللي عملته معاه جاب اسمر عنه ولا لا. حسيت انه هو كانه ابوه الثاني. فدي انا معقد لهم الشكر كله من كل رجال التربيه والتعليم. اي مدرس ساعدت مع ابنائي او جالوا حصه بدون اجر او مراجعه منهج بدون اجر، انا ما اقدم له الشكر والاحترام. ومره ثانيه ما نشكر اهل بلدي جميعا، الجميع عائلاتي اللي هم يعني ما ادخلوش علي باي حاجه كهنه للولد، وحسيت انه هم برضه فرحانين لاولادي كانهم اولادي. فانا ما اتقدم لهم الشكر جميعا. بسم الله. أنا اسمي ناصر حسين عبد الحكم حسين من محافظة قنا مركز أبو كيش ابن قرية الحسينات. أنا وأنا صغير بشتغل مع والدي في الزرع، ولما كبرت كنت بساعد برضه لحد المرحلة الإعدادية، ولما كبرت في الثانوية كنت بشتغل واحد بساعد يعني بشتغل للناس بيوميات وزي كده، وكنت بساعد برضه في الشغل، والحمد لله حققت حلم وحلم أبوي وحلم أهلي وحلم بلدي كله إن أنا دخلت كلية طب. دي حاجة مشرفة ليا قبل ما يكون مشرفة ليهم أصلاً. حاجة كبيرة بالنسبة لي الحمد لله. وبحب أطلب من وزيرة التعليم العالي إنه تكفل منحة دراسية لي ولأخويا، وبرضه موضوع المنحة ده يعني بشكره إنه لو حصل يعني بطلب منه إنه يتم على خير إن شاء الله، وبشكره من دلوقتي وبشكره تاني إن شاء الله لو تم على خير. عشان خاطر توفر مصاريف الكلية طبعا. عشان اوفر مصر الكليه بالنسبه لوالدي، لسه معاه تاني اثنين في جامعات، وانا اخوي دخل هندسه وانا دخل كليه طب، ولسه معاه اثنين في ثانوي، تبقى مصاريف ثقيله عليه يعني بحاول عايز يعني اخفف الحمل من عليه، فدي هتبقى يعني مشاركه مفيده منه.